مساء الخير، مساء القيامة، مساء لبنان الكبير دايما. عده خاطرة في بالي شاعر، قله لبنان ترانيم المحابر، دعه ديوانا تحاكيه جبال أو كتاب البحر تتلوه المنائر. مده الآن بخورا ولبانا يعلوان الزهر عطرا والمنابر، مسه بالطهر أرزا وترابا تشتهيه في خباياها الذخائر. عله بعد وحسب الصبح يغدو يستظل الغصن فيه والقناطر، قده من صخره قامات نبل لعبة في يدها تضحي المصائر. سمه ما شئت، أرضا أم كيانا، وطنا أم أمة، يبقى المغامر في متاهات المعاني عل يجلو ما عصى القمح طويلا من بيادر. ضمه في كل عرق فيك نهر منه يجري هادرا والصوت ثائر، وتغنيك السواقي لحن خير والينابيع السكارى والغدائر. لاقه دوما فعن أعلى جبين يحصد العمر القوافي والبشائر، وإذا خاطرة مرت ببال قله لبنان جبينا وخواطر. أول ما كتبت لبنان شعرا قلت من حاضر كن ومن مواضي سكرة فكر وعدل قاضي. عددته دوما وآمنت به رسالة إلهية على الأرض، وما خشيت يوما زوالا له أو انكسارا مهما عصفت به رياح وأنواء. ولست أنحى بأي لائمة على من يخاف عليه وطنا بكل شبر من مساحته وبكل فرد من أبنائه، ولكن أناقشه ونتحاجج. لبنان الكبير نهاية أم قيامة موضوع حلقة نقطة فاصلة اليوم، ومنطلقها كتاب وضعه ضيفها أخيرا، عنوانه نهاية لبنان الكبير، 100 سنة من الصدمات ورأسمالية الكوارث. وقد أرخ فيه حقبة الأعوام 102 الأخيرة من عمر لبنان بعين الباحث المنقب القارئ الرائي، لتنجلي له أمور كثيرة خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت وما سبقه من أحداث وما تلاه منها، وصولا إلى طرح أسئلة ورسم استفهامات عن غد هذا الوطن الذي ما زال عصيا أو عاصيا على كل خطر. ضيف الحلقة صحفي، كاتب، روائي، مؤرخ، صدرت له حتى الآن سلسلة روائيات عبارة عن 9 كتب: المرأة الشيطان، غربان الفجر في جزئين، مواسم الضباب، السقوط، مسافر بلا هوية، نزهة جرفها النهر، نجوم بلا قناع، جبران العاشق، فضلا عن كتب الشرخ من مرمرون إلى الفراغ، العاصية غزوة المماليك لجبة بشري، المطران إلاريون كبوجي، ذكرياتي في السجن بالاشتراك مع الكاتب الصحافي سركيس أبو زيد، ومسرحية عن البطريرك استفان الدويهي. ستثار مواضيع هذه الكتب إلى جانب نهاية لبنان الكبير خلال الحلقة. أهلا بابن الديمان جار البطريركية المارونية الصديق أنطوان فرانسيس. أهلا فيك سيد حبيب، أشكرك على هالمقدمة الحلوة. أنا بدي أشكرك معزبك من الديمان، وأول سؤال عن الديمان، أن تكون ابن الديمان جار البطريركية جار وادي النوبين جار الأرز، هو اللي خلى هاجس لبنان بتاريخه وأعلامه الكبار يطغى على مجمل مؤلفاتك؟ أول شيء ليلة عيد الفصح المجيد، بحب وجه معايدة لجميع المسيحيين الشرقيين والمشرقيين، هذه بداية، وقال لهم المسيح قام حقا قام. ثانيا أنا ابن الديمان وبعتز كوني بديمانيتي،
والأوطان هي دائما هاجس في أذهان الكتاب. يعني هي الوطن هو حبر الكاتب، هو لون ريشي للرسام، هو وتر للموسيقي. نعم. فدائما الكاتب ينهل من 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 هالعاطفة الجياشي يلي بتكون تربطه بالأرض. نعم. والدمان مش هي الدمان مركز بطريركية مارونية، هي شير عتم وادي النوبين وترتبط مباشرة بالوادي المقدس. وأنا بالزمان عملت لها بانو سميتها عتبة قنوبين. فدمانيتي مرتبطة بقنوبينيتي إلى حد كتير كبير. يعني القنوبينية مترسخة بالوجدان الطفولي، بوجدان الضيعة كلها، بوجداننا. خرير النهر بعدنا بنسمعه بالليل، إذا بتكون ليلة صفاء بنسمع النهر عم بخر، ولما تنزل على الوادي بتحس حالك أنه أنت طلعت من قدام الباب من الشرفة نزلت على الحديقة. فمن هون الترسخ الديماني مما لا شك فيه. وحب الوطن، حب الوطن يعني هذا أبسط الإيمان. قم بالحري إذا كان وطن جميل مثل وطننا لبنان، خصوص هالطبيعة اللي بتحكي الله. ايه، فتلخص لك انتمائي لديمانيتي طلع عبالي هيك بقرأ لك مقطع صغير من كتابي الشرخ. الشرخ بالمقدمة تبع كتاب الشرخ. نعم. بقول: منحني الله بركة الولادة في الديمان، وحباني نعمة العيش على شرفة الوادي المقدس. استمتعت منذ طفولتي بشعاع الفجر يلون بالنور صخر قنوبين، وسحرتني نجمة الصبح تتلألأ بهاء على قمم جبل المكمل، وحملني خرير نهر قديشة إلى صفاء المسيحية الأولى. سكبت قطرة من ذاتي في تدفق النبع الماروني الرقراق، فكان هذا الكتاب. المارونية والانتماء القنوبيني لا ينفصلان. يعني ذكرتني بهونيك بيت كاتب بي عن جبالنا، بيقول: شبرت المسافة، عم بيحكي على أهل الكون. حلو. شبرت المسافة وجيت قلت لهم أقرب طريق على السماء من هون. حلو. من هون. تنفوت بموضوع حلقتنا الأساسي اللي هو كتابك نهاية لبنان الكبير، أصدرته من كم يوم وقدم له المفكر الصديق الدكتور حسن حمادي، وصادر عن دار أبعاد، ما هيك؟ نعم. الأستاذ سركيس. نعم. أبو زيد، كأني بس قريت هالكتاب شفتك خفان على مستقبل هالوطن اللي ما تسنلنا نحتفل فيه بمئويته بسنة 2020، بس بالخطوط السود اللي حطيتهم على العنوان مثل ما عم نشوف هلأ بالصورة، حاطت نهاية لبنان الكبير وشخطه بالأسود، كأنك ما جزمت بنهايته، هذا واحد، وتوقعت له قيامة ونهوض وإن بصورة جديدة ونظام مختلف عن السابق. نعم. بداية بدي وجه تحية للدكتور حسن حميدي، صديق الطفولة ورفيق الدرب الطويل. يعني عشنا سوا، من التقينا بالمدرسة بالسبعينات بالجامعة بكلية الحقوق، واستمرينا وما انفصلنا. هو واضع مقدمات الكتاب. هلا قلقتي على ذكر مقطع منه. نعم. كتير منيح. هلا بالنسبة لنهاية لبنان الكبير، وإيماني أنه لا يموت الأوطان، لا تموت الأوطان بمعنى الوجود الجغرافي أو الوجود البشري، هيدي حالة مستمرة واستمرت جيل برجيل خلال حقبات التاريخ. أنا اللي عم بقول إنه لبنان الكبير انتهى هو انتهاء الدولة التي صنعتها فرنسا سنة 1920. هذا الكيان يلي استمر 100 سنة تلقى صدمات. من هون غلاف الكتاب إنه 100 سنة من الصدمات ورأسمالية الكوارث. يعني صدمة ورا صدمة. أنا بالكتاب بحط 15 سبب تعرض لهم لبنان الكبير. بدايتهم كانت من خروج الدولة الفرنسية والاستقلال قبل الأوان، قبل نضوج الدولة. يعني تركت هالدولة وهي طفلة.
يعني فلوا بال 46 كان لازم يفلوا بعدين يعني، يعني ما عملوا شيء يعني، كان البلد عم بيتكون من كان ما زال يحبو بعده طفل. رجعنا ما حلحقنا، طلعوا الفرنسيين من هون، اكلنا الصدمه الكبرى خلال ولاده دوله اسرائيل. صح ولاده دوله اسرائيل زعزعت الكيان ككل. كلنا صدمه كبيره بهالموضوع، وتدفق كميه من اللاجئين الفلسطينيين على لبنان، وخضنا حرب، نحن فتنا جيشنا فات بحرب، فهالكيان هذا ما كان جاهز لهالحالة. صار في ديسبالانس ديموغرافي اولا وسياسي. ما عاد الماروني يلي عفوا هلا اذا عم بستعمل تعبير لانه عم بحكي الحقائق، الماروني يلي انبسط وراح على حضن فرنسا ورمي حاله بالاحضان الفرنسيه وهلل للام الحنون انه عملت لي دوله، لقلنا نحن صرنا عم نحلم فيها سنوات طويله. هون لقى حاله انه وعي على غير حاله، على واقع اخر، واقع اخر. خلصنا بعدين صارت تجينا الحقبات وحده ورا الثانيه، يعني انتقلنا من الفلسطيني قبل ما نوصل لهونيك، خضنا ثورة 58 في قبل 56 العدوان الثلاثي حلف بغداد، واجهنا حلف بغداد والعروبي والخط الناصري يلي كان في جزء كثير كبير من اللبنانيين مشوا بالخط العروبي مؤيدينهم، انشرخ لبنان كمان، انقسموا بين ناس مع العروبة وناس ضد العروبة. خلصنا من هالموضوع وقعنا بالشرخ الأكبر يلي هو لما تحولت التحول الفلسطيني من لاجئ إلى بندقية. كنا عم نواجه نتعامل مع لاجئ بعد حرب 67 بعد حرب 67. أنا بدي اختصرهم لأنه بياخدوا وقت، هني 15 سبب حاططهم أنا. خلصنا من يعني فتنا بالحرب الأهلية أكلناها يعني خاضت. فعم بقول أنه هالدولة تزعزعت إلا مؤخرا وصلنا للحقبة الأخيرة. الحقبة الأخيرة هي الأخطر. بلشنا بالفراغ، بالفراغ فراغ بالسلطة مرقنا فيها بهو آخر من بعد الطائف. هون بلشت الصدمات الكبرى على الطريقة الأمريكية من تدجين الشعوب، ورح نوصل لها، رح نوصل لها. فهيدي هدت الكيان بحد ذاته كليا. يعني لبنان الكبير الذي صنعه الفرنسي، وإجا الطائف عمل له رتوش وغيروا وزبطوا وقال هذا قياسكم يا لبنانيين، هذا لم يعد صالح للمرحلة المقبلة للمستقبل تبع لبنان. الشعب قوي، الشعب صامد، الشعب جبار، والشعب منتشر بكل أنحاء الأرض، والشعب عنده فكر. بس اليوم الشعب المقيم في لبنان شعب مدجن، مدجن على نظرية فوكوياما أو على نظرية تشومسكي، يعني تحطيمه من الداخل. الشعب هو عقله ككيان، عقله كفكر موجود، إنما هلأ اجتماعيا وماديا وحياتيا شعب مدمر، دمر من الداخل بالجيل الثالث من الرابع من الحروب على الطريقة الأمريكية. عشنا هودي الحقبات، هذا كتبه أنا بالكتاب، هذا رح نأتي عليه هلأ بالتفصيل. أما لبنان انتهى؟ لا، ما بينتهي لبنان. كيف بتنتهي الجغرافيا؟ ما بتنتهي. تاريخ يستمر والشعب موجود والانتشار موجود أكثر، بس إنما نفتش حاليا عن صيغة، عن الصيغة الجديدة التي تعيد هذه المجموعة وتصهرها من جديد وتذهب بها إلى المستقبل. يعني بدنا السفينة الجديدة بنركب عليها تنروح على أرض الميعاد إن شاء الله خير. كان لافت الإهداء بكتابك نعم. إلى فيروز ومضت الأمل القيمة الوطنية الباقية من لبنان. ليش فيروز؟ فيروز أنا ماني زعلان. لا، فيروز بتجسد بالنسبة لألي كما لأكثرية ساحقة من اللبنانيين رمز، رمز الوطن، رمز الجمال، رمز العطاء. هي أيقونة بيعلقها كل لبناني على صدره. بالنسبة لألي بتختصر كمان فيروز، مش فيروز وحده، فيروز وما تمثل من فيروز. يعني فيروز لا تنفصل عن الأخوين رحباني عمنصور وعاصي، لأنه هني هالثلاثي الجمال أعطى. كمان فيروز لأنه بعد طيبة، أنا ما بقدر أنكر الدور الكبير للأستاذ وديع، لصباح، لكل هالكبار أو للشعراء اللي عقبوا هالفصحة، إن كان من أستاذ سعيد عال أو أنسي الحاج أو جوزيف حرب أو كبار الشعراء، ما بدي أسمي الكل لأنه في كتير. يعني أنا أخذتها كرمز، أخذتها كرمز أنه
مين بدك تهدي الكتاب؟ كتاب هذا عم تحكي عن قول هالوطن المذبوح المدمى الجريح، مين بيستحق تقول له هذا كتابي بدي اقدم يعني لك اياه؟ اذا بتزيد ل 15 سنه يا عمره وان شاء الله بتعيشون بتصير قد عمر لبنان الكبير. مزبوط بتصير قد عمر لبنان. هلا هون فاخترت انه خطرت براسي هالفكره انه اذا هديته لفيروز انت مجرد عم تهديه لرمز، عم تهديه لحالي بالهيولي بتمثل كل الناس، لوجدان، لضمير جامع الكل، لضابط الكل. صح. فمن هون الفكره. انما وين المشكله انه تنصدم انت انه ما انك قادر توصل الكتاب لفيروز، يعني بتيجي بتقول بدي بطلب من فيروز موعد لحتى اهديها الكتاب، ما حدا بيقدر يوصلك. من هون انا بدي اغتنم الفرصه، بركي يلا حدا على السماء بيخدمنا موعد على الهواء. ففيروز منا محميه ثقافيه، منا محميه تاريخيه، فيروز بتخص كل الناس. صح. فانك تاخذها وتحطها باطار المحميات الثقافيه او الفكريه او الفنيه، انت عم بتصيب كل واحد كل فرد بهالوطن. انا ما عم بقول انه هي تنفلش على العالم، بس انه منها التابو. صح صح. هيدا هيدي فيروز. طيب حكيت قبل شوي عن الدولة الفرنسية، بس لفتني بمقدمة كتاب صديقنا حسن حمادي اللي كتبها الدكتور حسن. ايه؟ تعريته عرى الدور الفرنسي الحنون بين مزدوجين بقيام لبنان، واللي ورد عن فرنسا دورة فيه مع تعاظم الدور الأمريكي بالعالم. هالدور المستند لقوة اقتصادية وعسكرية وتكنولوجية توقعت حضرتك بنهاية الكتاب أن تقول إلى الفشل القوة الأمريكية، لأنها إذا صحت الأول وهذا إلي بسياستها رعناء وكثير رعوني بسياستها وبأفكارها القائمة على الصدمات والفوضى الخلاقة وصراع الحضارات. هل من مع فشل الولايات المتحدة بكل مشروعة بالمنطقة وبلبنان، هل ترى خلاص للبنان؟ أنا بنهاية الكتاب ترددت كثير بالمقطع الأخير لما بحكي عن الدولة الفاشلة، الإمبراطورية الفاشلة. الإمبراطورية الفاشلة هو المقصود فيها الإمبراطورية الأمريكية. تأثرت بكلام للدكتور غسان سلامة الوزير السابق بحديث له بيقول إنه الإمبراطورية الفاشلة، يعني بيحكي فيه عن كتاب سامويل هانتينغتون إنه صدام الحضارات، صراع الحضارات، صراع الحضارات وولادة العالم الجديد، النظام العالمي الجديد. هون بيحكي هو إنه مش صحيح إنه انتهى التاريخ مثل ما بيقول هانتينغتون، ومش صحيح إنه الإمبراطورية الأمريكية هالإمبراطورية العظيمة يلي أخذت الكرة الأرضية إلى مسافات جديدة، إلى حضارة جديدة، إلى تكنولوجيا جديدة، بس بنفس الوقت لم تعطي الكرة الأرضية أي شيء من الأمان أو أي شيء من السلام أو أي شيء من الاستقرار. ما خليتك تشعر أنت كمواطن تعيش بهذه الحضارة، تحمل السلولار وبتعيش بالإنترنت ومش قادر تتخلى عن الإنترنت، وأنت بتلبس أمريكاني وكلك على بعضك بالحضارة الغربية، إنما لا تنتمي إلى الحضارة الغربية. من زمن الإمبراطورية العثمانية السابقة حتى البطرك اللي يسلح وياك كان يسمي دولتنا العلي، نلسم إيدكم أو نطلق، يعني كان يحس المواطن في لبنان أو بسوريا أنه ينتمي إلى الإمبراطورية. هذه الإمبراطورية العالمية يعني أمريكا وحلفائها في الكرة الأرضية، هودي هالناس أخذوا من العالم وبيعطوك بيعطيك كل شيء ببيعك يا بيع، وبيحطمك إذا ما أخذته، هو بنقيك بيعمل انتقائي، بتفوت على الحضارة إذا أنت ذكي أو بتقدم طلب انتساب وبتهاجر لعنده بتلاقي محلك بالإمبراطورية. بس مجموعة الدويلات الساتليت الصغار بالكرة الأرضية هؤلاء لازم يكونوا ضحايا، هؤلاء إفجيني بدهم يموتوا تيحيا الآخر. هاي الحضارة الأمريكية، وهون عتبنا عليها كتير. يعني لما بيجي بهانتينغتون بيحكي عن إنه الأحادية الأمريكية والعولمة الأمريكية وإنه أمريكا انتهى التاريخ، وقف خلاص أمريكا، وقفت هون، ما بقى في حدا يقرب يعطي حضارة جديدة لأنه الليبرالية المتوحشة سيطرت على العالم، نحن النظام الليبرالي هو بده يحكم الكرة الأرضية. هون نحن منلاقي حالنا إنه مين نحن؟ نحن ما بقينا حدا. هلأ توصل لحديثك،
نحن اليوم عم نعيش حدا طلع من شهرين ثلاثة تصدى اتحاد روسيا لهذه النظرية. روسيا لما اجت على أوكرانيا ما عم بتحارب أوكرانيا، عم بتحارب الأحادية الأمريكية في الكرة الأرضية. هي بس بين هلالين الأحادية انفرضت خصوصي بعد 91 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. تمام. ما كانوا عارفين انه هالروسي رح يرجع يسترجع هذا الدور، وخصوصي لما عوقت البريكس قبل ما تفل البرازيل منهم مجموعة البريكس الأربعة اللي هلا بعدهم مجتمعين. انا ما بدي فوت بالتفاصيل لانه هذا الموضوع اذا بدنا نعمل عنه بنحكي ساعه، بس انا بدي اختصر لوصل انه عم نحكي هل يا ترى لبنان الكبير او لبنان الحالي يستفيد من هذا الانهيار ليحيا من جديد؟ الجواب الانهيار يستفيد منه كل الشعوب. الانهيار يؤدي الى عار خلط الاوراق. كل الناس يلي مش قاعدين على الطاوله لمن الإمبراطورية الغربية بدها تحس حالها إنها بمأزق وبدها تعترف بالمأزق، سوف تدعو المجموعات الأخرى للجلوس مع الطاولة للتفاوض وأخذ كذا. هون كل واحد بيبر مع حاله. أما ولادة لبنان الجديد، كيف يلد لبنان الجديد، كيف يولد لبنان الجديد من دون محل، من دون ما تحل القضية السورية؟ يعني لا ترتيب للوضع في لبنان قبل القشاع الغايم. لماذا؟ لما بيكون في مليونين سوري قاعد بلبنان، كيف انا بدي ارجع لاقي بلد مستقر هادئ ورايق؟ وهالمليونين شو بدي اعمل فيهم؟ والمجتمع الدولي بده اياهم يضلوا هون. اذا بتقلي انه لبنان بده يستقر من دون ما تحل مشاكلك مع الاسرائيلي، كيف بده يستقر بدون ما تحل مشاكلك مع الاسرائيلي؟ ما انت اليوم انت في ضمن بحر من الصراعات وتراكم متراكمة. من هون الخطر والخوف، التجهيل. يعني الحساسة الأمريكانية بتحكي عن تحطيم الشعوب من الداخل، أحد أولى ببنود التجهيل هي التجهيل. يعني أنت الشعب اللبناني جاهل وأمي، يعني ثقافة التجهيل المبسوسة على دماغ الشعب اللبناني ليل مع نهار خلال سنوات خليته يبعد كتير عن الحقائق الملموسة على الأرض اللي حضرتك كشفتها بهالكتاب. أنا عم بقول له بكتابي أنه تطلع مزبوط، فروك عينك، غسل وجهك، وقعد وعد للعشرة، بتحط اصبعك على الجرح يا توما. يا توما انت عم تحكي من بعيد تقول المسيح لم يقم، بس انا عم جيب لك اصبعك وحط لك اياه على الجرح وقال لك اللي عم بتشوفه كله وهم وكله مركب وكله مفبرك وكله معد مسبقا، وانه هذه الامبراطورية ما عندها شغل الا تحطيم الشعوب. هذا بيؤدي للسؤال التالي. كتابك 7 فصول، اربعة منها بتناول اللي شهدناه بلبنان من 4 سنين لهلا، احداث سياسيه وامنيه واقتصاديه ووبائيه. اتيت على ذكر حضرتك بالكتاب وما كان تزامنها مجرد مصادفه انما بفعل فاعل، وهذا اللي هلا كنت عم بتقوله. هالفاعل هو مبدا، كما نقول حدا جهه معينه، مبدا الصدمات والهندسات الماليه اللي بيضعوها اليهود وسياسه البنك الدولي. هذا اللي حضرتك بتوصل له. شو هو هذا مبدأ الصدمات؟ مبدأ الصدمة أول شيء، وأنا حكي بمقدمة الكتاب عن حدا كندي، عن كاتبة وباحثة كندية معروفة كتير ونشطة اجتماعية اسمها نعومي كلين. كتبت كتابة عقيدة الصدمة سنة 2007 ورأس مالية الكوارث. تعتبر هي بالكتاب أنه أمريكا، مش أمريكا، الرأسمالية المتوحشة بتسميها صبية شيكاغو. اليوم أمريكا في بدنا نفرق بين أمريكات، يعني في أمريكا الدولة، في أمريكا الشعب، وفي أمريكا الدولة العميقة. يعني في النظام الأمريكي بيت الأبيض وهو، وفي الشعب الأمريكي، وفي الدولة العميقة القائمة على الشركات الضخمة. الشركات الضخمة هي اللي بتدير أمريكا. أن البيت الأبيض بيتلقى أوامر من هذه الشركات. السياسة الدولية الأمريكية هي لمصلحة هذه الشركات. منفوت على سوريا أو ما منفوت على سوريا، منروح أفغانستان أو منطلع من أفغانستان، المادية وين الشركة مصالحها هي بتدير الإله الأخضر هو عم بتقول نعومي كلين بكتابها أنه الأشياء يلي المواطن العادي ما بيتقبلها بالأزمنة العادية بس تعمل له شوك بيتقبلها. يعني اليوم نحن بتدجن اليوم نحن بلبنان، مين كان
قادر يقبل انه يفكر لحظه لما كان تنكه البنزين ب 30,000 بدها تصير ب 500، اذا قلت له عملوا قضيه كبيره على الواتساب باربع سنس وعملوا ثوره وقامت الناس وتشقت الطرقات وسكرنا سنتين. هذا فعل الفاعل، هذا الفعل. هلا هني هذا ما بدي فوت هلا، برجع اذا بدك بيجي بنحكي عن هذا الموضوع. بتعمل له شوك، تعطي البنزين عنه انت يوم اثنين، وقفته بالزل بالصدمه، الصدمه هي انه يقطع البنزين، صار واقف هذا، اول يوم بتقاتلوا ببعض انه تدفيش، دخيلك يا خيي شيلوا هالدعم بقى عنا، شيلوا هالدعم واعطونا البنزين. هلا هذا الشوك، الشوك انقطعت البنزين، رأسمالية الكوارث شالت الدعم عنك، الفقير يروح ما بقى فيك سيارة، انت مش ضروري يكون في بالشارع 10,000 سيارة، لما بيكون في 500 سيارة بس، انت رأسمالية الكوارث تقضي على الفقراء بالكرة الأرضية. بلشت هي من النظام الاجتماعي، من هون أنا كمان بصدمة الكورونا بقول إنه صدمة الكورونا تخدم الرأسمالية المتوحشة، لأنه مات كمية كبيرة من الختيارية، خفضت المصاريف الاستشفائية. هي نعومي كلين بتنطلق من وقت اللي صارت بال 2007 يمكن 8 الكارثة بأمريكا وقت بالميسيسيبي، بتقول جملة كتير مهمة، قال بيوصل أحد المقاولين فيضان وهذا، بيقول إنه نحن صرنا كذا سنة عندنا مشكلة هالأكواخ، هلا اجى ما قدرنا حليناها معهم بالقانون، اجى الله حللنا اياها، ثاني يوم خلصنا ما بقى في اكواخ، بيرجع بمحل ثاني انه النظام التربوي، صرنا 10 سنين عم نحارب النظام التربوي، هلا صار ما بقى في مدارس لما بنخلي النظام يكون نظام حر ليبرالي ليبرالي. بتعطي اكزامبل ثاني، تسونامي باليابان، مش باليابان بسنغافوره، انه كانت الاكواخ الصيادين مسيطره على البحر كله سوا، اجت تسونامي، وهون بتشكك انه تسونامي مخترع بتفجير داخلي بقلب ايوه، طلعت الموجه ما ضل في ولا كوخ، واذ تحولت اجت الشركات الامريكيه اخذت الشواطئ، عمرت الابراج والاوتيلات والكذا. فدائما هي هالمفكره هيدي اكتشفت هالنقطه هيدي، انه فلسفه الصدمه تؤدي الى راس مدينه الكوارث، بتدمر بتغير بتصب براس مدينه الكوارث، وهذا ما حصل، هذا ما حصل بلبنان، هذا بلبنان ضلوا ناطرينك ناطرينك ناطرينك، بعدين يعملوا لك اول شوك كبير سموه الثوره. طلعت الثوره هيك تجليطه بليله ما فيها ضوء قمر، طلع واحد عمل هذا انه بدنا نعمل لكم ضريبه على الواتساب. يا اخي مين كلفك اول شيء الضريبه؟ هي كان بعدنا عم نناقش بمجلس الوزراء شو بنعمل، عم نعمل موازنه بعد 11 سنه ما في موازنه، بعدنا عم نحط الموازنه، خليك معي. صارت الثانيه انه طلع هو قرات له النظريه قال في ضريبه على الواتساب، مين كلفك يا حبيبي؟ انت اول شيء منك وزير الاعلام طلع لسه ما قريناها، ولما منقرا لاحظ الموازنه الحاليه اخذوا في قرار من 6 شهور بعدها باللجان وما وصلت لمجلس النواب وما راح يقرا مجلس النواب. من هون بتسال حالك يا خيي هيدا هالثوره اللي صارت خطه اقتصاديه بتنعمل، احدى التلفزيونات سبقت الثوار على الرينج، سبقتهم لما وصلوا تيحروا الدوليب كان ديجا التلفزيون. هذا فعل الفاعل اللي مخطط لهلا، هذا المخطط كله صار. تنرجع للسؤال الاساسي. نعم. كان عن اليهود والبنك الدولي. والبنك الدولي، اليهود قبل ما يكون في بنك دولي كانت الشركات اليهوديه من بيت روتشيلد والحلفاء تبع بيت روتشيلد وكذا كانوا هن مسيطرين على الفاينانس قبل البنوك، يعني يدينوك يجي انت تجي لعندهم، وبعدين صاروا بالبنوك او شركات التسليف خاصة يلي بيشتروا عقارات. تجي لأنت لعند البنك بيقول لك بتقول له بدي 100,000 دولار، طيب يلا هاي 100,000 دولار لك الفايدة 3%، تاخد 100,000 انت بتحط من جيبتك كل مدخراتك بتشتري بيت. تاني سنة بيقول لك البنك بدي زد لك الفايدة 3 بوان. ثالث سنة بتصير 7، يا ما بقى فيني ادفعهم، يلا روح هات البيت وضل ماشي، بيستولوا على العقارات. نحن هون شو صار؟ اجا المدعو رياض سلامي. نعم. المدعو رياض سلامي يلي نهب اموال الشعب اللبناني، قالوا له البنوك دينوني اعطوني مصريات بفوائد عاليه جدا. بسطت البنوك صارت تعطيها المصريات، ونجيب البنك شو عمل البنك؟ يعيط لفلان
انت جاي من افريقيا وانت جاي من كندا او انت بكندا، لك حبيبي اذا بتحط مليون دولار عم تاخذ عليها بالسنه مبلغ 120,000 دولار. بيقول لك هذا الزلمه شو انا 10,000 دولار بالشهر شو بدي بابا بدي اشتغل، انا بعد بيتي بمد جريي. صارت هالناس بكل عفويه وبكل بساطه وقلب طيب وثقت بالمصاري، وصلت الفائده ل 42% عطوا المصريات للمدعو رياض سلامه المتهم رياض سلامه والمطلوب بمذكرات جلب وتوقيف بكل انحاء الكره الارضيه، ما بقى انه شيء مختبى. شو عمل فيه رياض سلامه؟ صرفهم على الدوله اللبنانيه يلي اصلا مسيطر عليها مجموعه اللصوص نهبوها بالصناديق وبالمشاريع وبالكذا. يعني البنوك دينت مصريات الشعب، والمصرف لبنان صرف هالمصريات بذرها بددها نمنا وعينا ما في مصريات. هلا شو عم بترح لك تيغطوا هذا الموضوع؟ تيغطوا هذا الموضوع اخترعوا الثوره. الثوره ما خدمت الا المصارف، سكرت المصارف ثاني يوم انت ما انتبهت شيء، انت بالنهار زيته وهذا الوقت هربوا كثير من المصارف. النص فتره يلي غير اللي مهربين قبل الشوك الثوره ما سمي بالثوره مع شعاراتها الانترناسيونال، يعني شعاراتها يلي شفتهم انت الايد المرفوعه والسلوغانات كلها والبذائه وكله هيدي صايره هكل الاعراض. حاطط لك بالكتاب انا عندي هون مرجيكم صايره محل بالعالم ما لا يكل من 20 دوله نفس الشعار ونفس الاسلوب ونفس تشومسكي بكتابه وتحرر موجوده. بريف انت اليوم لما عملوا هالشوك استغلت المصارف تسكير 15 يوم لتهريب كل هالمصاري وديتها على الخارج، وعيد انت ما بقى معك لا شيء ولا مصريات وكل مدخرات عمرك. صرت اذا بيطلع لك 100,000 من الاي ام يعني بتكون ابو زيد خالد. الانسان اللي جاي بده يدفع الاسيورانس تبعه ميديكال بيروح تحت خيم، انا زلمي عمري 60 سنه 65 سنه شاغل كل حياتي بدي ادفع الاسيورانس، ما معي ادفع الاسيورانس. هذا النهب والمصيبه الكبرى، غليت الاسيورانس وبيحاسبك اذا بتدفع البلد بفضل هالهندسات الماليه اللي عملها المدعو حكم مصرف لبنان. يعني ما بعرف انا ما بحب استعمل اسمه لانه اسمه كثير 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 ثقيل على القلب. يعني أنا بتلتقي بجوهر كتابك أو البحث الكندية مع جوهر كتاب ستيفان جراهام اللي اسمه مدن تحت الحصار، وأنا بعتبره من أروع الكتب اللي قريها بآخر 20 سنة. بيقول صارت المدن ساحات المعارك الجديدة في عالمنا المتحضر على نحو متزايد بانتشار العنف السياسي عبر المواقع والمسافات والبنى التحتية والرموز في مناطق عواصم العالم التي تتوسع سريعا. بيفتح جراهام كيف ينفذ التنظيم المدني أو المدني العسكري الجديد إلى نسيج الحياة الحضرية بأكمله، شبكات الأنفاق، النقل الماثلة معلوماتيا بأنظمة قيادة ومراقبة عالية التكنولوجيا، إلى العسكرة الماكرة للثقافة الشعبية التي أفسدها الانتشار الواسع للخطاب عن الإرهاب. في كثير تلاقي مع اللي طبعاً عم بيقولوا طبعاً لأنه اثنين. أنا الكتاب كتابي مبني على عقيدة الصدمة، وهو كتابه قبل مني، يعني أنا ماني عن أقرأ نفسي فيه، يعني ما أنا عفواً إن ألتقي، يعني أنا ما بدعي أني كتير، يعني هو كاتب عظيم انترناشونال. أنا بس عم بقول انه اثنيننا ننهل من نفس المصدر يلي هو عقيدة الصدمة. هو كاتب كتابه متأثر بحرب العراق والدور اللي لعبته الولايات المتحدة بتدمير المدن العراقية، وكمان مستعمل نفس الشيء، يعني حتى كمان قطع على ذكر المسيسيبي كيف بيهدوا المدن القديمة تيعمروا هول الأبراج 100%. ما هني هون بالعراق لما اجوا عملوا هالهجمة الكاذبة على هالدولة، هالدولة الغنية، هالدولة الحضارية، هالدولة المترسخة، اخترعوا لأنه أصلحة دمار شامل وكذب وتجليد، وهي كان احتلال للعراق وتدجين العراق، تدجينها بكل أساليب المختلفة. فرطوا الجيش العراقي يلي تحول بعدين إلى دواعش وحركات وكذا، وبنفس الوقت كانوا هن عم بيعملوا مثل ما قال جراهام، كانوا عم يستعملوا العراق لتجربة الأسلحة.
الحديثة والمتطورة، وهيدي بيستعملوها الأمريكان إذا أنت بدك تجيب بيعك نوع من الصواريخ بأسعار كبيرة وبكميات، بتقولي شو عرفني إنه إفكتيف؟ بتجرب صاروخ بيقول لك هيدا هيك نعمل، بيعملوا حرب تيستخدموا الصاروخ بالحرب تجد بيعوه لدولة، لأنه الشركات المصنعة هون لعبت الشركات الكبرى، الشركات الكبرى هي العميقة بتمول الحرب، الدولة العميقة هي التي تمول الحرب، تخترع الحرب وأسباب الحرب، تعمل حرب كاملة تجرب سلاح. يعني بالعراق مثلا من الأشياء اللي لفتت لي نظري مش من هلأ، من قبل وقت الميت ياسر عرفات بال2004 كان جناز أبو عمار حاطين الجتة على بيك أب، وكل شيء في تلفزيونات بالعالم مركزة على هذا البيك أب، من السي إن إن كله بنفس الوقت. شو كان فيه؟ كانت الطيران الأمريكي الكبير عم يدك الفلوجة وعم يضرب الإمبلة الكبيرة يلي سموها أم القنابل يلي بتخرق 50 متر تحت الأرض، كانوا عم بيجربوها. وبينما نحن ضمن سياسة على سياسة الإلهاء، يعني بدليك على محل هو بيكون عم يعمل غير شغلة، أنت لازم تطلع بس تشوف شو عم بيصير بالموكب وبكي أو كذا، هو ما في شيء. من على بكرة العشية ماشي الجنازة، ومن على بكرة العشية الطيران ضرب. فكان بده يبيعها هالإمبلي، وبعدين جربها بتورابورا وجربها بأماكن كبرى من العالم، وهي تعتبر أكبر إمبلي بالكرة الأرضية اليوم. ما بنعرف هلا الروس إذا مخبيين لهم، لأنهم هلا عم بيضربوا بأوكرانيا بالمصنع هذا الباقي بماريبول، عم بيجربوا نوع من الأسلحة الجديدة. يعني نحن اليوم عايشين بالرعب اللي عم نحكي عنه، رعب السلاح، رعب السلاح التي تمتلكه الدول. في بعد شغلة لافتة بكتاب جراهام بيحكي عن الرجل الأبيض ونظرية الرجل الأبيض، وكيف قال عمل سيارة الهامر تبين بعد أعلى من كل الناس. نحن رح نتابع معك السيد أنطوان تحت عنوان لبنان الكبير نهاية أم قيامة، ولكن بعد هالفاصلة الإعلانية. منتابع معكم حلقة نقطة فاصلة مع الأستاذ الكاتب والمؤرخ أنطوان فرانسيس، واللي عنوانها لبنان الكبير نهاية أم قيامة. قيامة. انطلاقا من استنتاجك تاريخيا بكتابك أن كلما تلاقت المصلحة الدولية مع الحرب الأهلية فوق أرض لبنان تنتهي الدولة اللبنانية، أتيت على ذكرها قبل شوي، هل فشل الولايات المتحدة بالعالم مثل ما أنت توقعت، وعجز من يحاول جر لبنان إلى الحرب؟ في ناس حابة تعمل حرب بس مش قادرة، واللي قادر يعمل حرب ما بده، مش هيك؟ كما تثبت الوقائع حتى الآن، هل بيسقطوا هذا الاستنتاج التاريخي اللي طلعت فيه بالكتاب؟ كل ما لا ما بيسقطوا. لا لك ليش؟ أنا بعد ما خلصت الكتاب رجعت وصلت لهالنظرية وأدخلتها بالكتاب. نعم. لأنه لاحظت إنه أول كيان فعلي قائم بلبنان هو الإمارة الشهابية اللبنانية. قبل منه ما كان في كيانية لدولة اسمها المعني. لا، المعني الأمير الأمير المعني حاول يعمل إمارة على قياسه، يعني الأمير المعني بيشبه سعد الدين، بيشبه رفيق الحريري، تاجر كبير راح على أوروبا، تعرف على جامعة تسكان، وإجا بمصرياته نسج علاقة مع العثمانيين تيخلق إمارة على قده ويتعامل معهم ويلم ضرائب مثل كانوا القطاعيين. بشير مختلف. الأمير بشير، لما الأمير بشير بده يبني دولة، كان أول واحد هو الماروني، أول حاكم ماروني على جبل لبنان، هو ولد ماروني، يعني خلق بيو أمه كانوا دروز وإجوا على غزير، وهو تجوزوا من ولد ماروني. مش هلا مش مارونيته اللي عملته يحب لبنان، او يمكن قدرية هالوطن انه يكون في اول حاكم ماروني يبرم عليه تيخلق منه كيانية. هلا الامير بشير كان طموحه كبير وحكم 54 سنة، لمن سقطت امارة جبل لبنان بعد هالعز الكبير، سقطت نتيجة حرب عالمية. يعني مشي بشير الأمير بشير الشهاب الكبير تحالف مع
يعني مشي بالخط مع محمد علي المصري، تحالف مع المصري ضد التركي، وكاد وصل محمد علي على الأستانة وهدد الأستانة. من أنقذ الروس؟ من أنقذت الأتراك؟ الروس. كانوا على علاقة، هني كانوا بحرب اسمها حرب المورة الآنين ببعضهم، بس حسوا أنه محمد علي رح يسيطر على الدولة العثمانية ويقلب الدولة، تحالفوا مع الإنجليز وكلهم سوا تيكسروا رأس الفرنسوية. انكسر محمد علي، كسر محمد علي، انكسر بشير، فل يعني الدولة الكبرى سقطت. وبعد قائمة قميتين وبعدين المتصرفين اجت بعد منها. شو صار؟ نتيجة سقوط الأمير بشير حصلت مجازر 1860. مجازر 1860 أكبر من حرب أهلية، كارثة وطنية. يعني نحن هلا مررنا عليها مرور الكرام بكتب التاريخ وقت كنا أولاد، لأنه بدهم يغطوا اللي صار. مانو يعني مجازر اسمها مجازر. بسبب المجازر وبعد الحرب سقطت الإمارة. نفس الشيء صار، سقطت الإمارة إيش المتصرفية. وقعت الحرب العالمية الثانية، بعد 40 سنة، والمجاعة كان فعلها بالداخل لا يقل عن فعل أي حرب أهلية. الناس اللي ماتوا بسبب المجاعة، الانهيار الداخلي تزامن مع الحرب الكبرى، وسقطت الدولة العثمانية كما سقطت قبلها الدولة المصرية. هالسقوطين أدى إلى ولادة لبنان الكبير. اليوم نحن نعيش نفس المخاض، التدمير الداخلي اللي حكينا عنه قبل شوي هو أكثر من حرب أهلية. بالحرب الأهلية تعرف حالك، تعرف حدود في مترس، صار في قتلة، بس ضل ما انهار الاقتصاد مثل ما انهار هلا. حتى ضمن الحرب الأهلية يمكن قطع البنزين بأوائل الحرب ب75 كانوا يقطعوا، بعدين اجوا يعني. بس انه هي نتائج الحرب التدميرية، الحرب الداخلية، التحطيم من الداخل، أو الجيل الرابع من الحروب اللي بيحكي عنها فوكوهاما. هي أكثر من حرب أهلية. بنفس الوقت داير حرب عالمية كبرى. بالنتيجة في الحرب العالمية الكبرى تنعكس بقوة على الأقليم. الأقليم هون عم نحكي من تركيا. الحرب العالمية بالكبرى اللي عم بتصير هلأ تحت ستار الصدمة. ايه طبعا. هذا اللي ما فيش حرب، ما هي اسمها الجيل الرابع من الحروب. بيحكي عنها، كتبها بالكتاب جنرال امريكاني اسمه ماكس فان وورنينج، بيعمل محاضرة سنة 2017 باسرائيل، جامع فيه كبار ضباط الحلف الاطلسي والموساد الاسرائيلي والسي اي اي، ومنشورة. بيقول انه نحن الجيل الرابع من الحروب لا يقوم على تدمير الدول أو تدمير المدن. نحن شو بدنا من ندمر المدن والعسكر؟ نحن مندمر الشعوب من الداخل، منحطم الشعب، منحطم الاقتصاد بهذه الطريقة اللي تمارست في لبنان. واللي عم تتمارس وين ما كان. يعني هلأ اليوم ما في حرب بسوريا مباشرة، بس بسوريا الشعب ميت من الجوع، ما في كهرباء، ما في مازوت، ما في أعمار، ممنوع يعملوا شيء. تحطيم كامل، تدمير المجتمع. اليوم المجتمع اللبناني مدمر بكل معنى الكلمة، المعنويات اللبنانية مدمرة، الاقتصاد اللبناني مدمر، المالية اللبنانية غير موجودة. دونك انت كأنك بحرب محيطك. انزلت للآخر، اي تسوية على صعيد الاقليم والكرة الارضية بدها تنعكس عليك فورا. بس ما ممكن تقول انا بدي انهض قبل ما تتم التسوية بالاقليم. انت جزء لا يتجزأ من الاقليم، ومشكلتك الكبرى هي غازك، لانه اليوم الحرب الحقيقيه بالكره الارضيه هي حرب على الغاز، نفط. يعني الامريكان بيقولوا لهم الالمان وقفوا سحب غاز من استجرار غاز من روسيا، بيجاوبون الاقتصاديين بده ينهار الاقتصاد الالماني. قوة بوتين انه مسيطر على هذه، على الطاقة بالعالم. نحن احد مشاكلنا الكبرى مع اسرائيل انه طلع عندنا غاز بالمتوسط، ضلوا يعطونا ديون. مثل واحد بدين بالكازينو، انا اعطيهم الاكزامبل، بيروح بيقول له ديني $1,000، بيسال ما بكون بيعرفوا، بيقول له هذا بيو عنده شقفه ارض محل فلان $9 مليون، بدينه $100,000 أو $200,000، بعدين بيروح بياخذ شقفه الارض. نحن هون عملونا الانهيار الاقتصادي، لا بيقول لك $70 مليار.
احدى من شي سنه الماضيه عم بقرا تقرير عن كميه الغاز الموجوده بالمتوسط عن لسان اسرائيليه كانت تشتغل بوزاره الطاقه ومسؤول كبير بوزاره الطاقه، قدرت انه كميه الغاز الموجوده بلبنان تفوق ال 400 مليار دولار، ورجعت ترجع بتقول يمكن تكون 1000 مليار دولار، هيدا عم نحكي بالجزء النصاني، بعد المنطقه يلي بتخصنا نحن وسوريا ما بنعرف شو فيها، والغاز اللي بالداخل النفط اللي بالداخل بالبقاع يلي انت ممنوع كنت تستخرجه من سنة 52 وقت طلع في تقرير انه موجود كمية من النفط بيسحمر ويحمر، وكانوا بيت أنسو هني لو كان لقطوا الملف وخزقوه، ولما يقال ماني متأكد من هون انه إميل البستاني لما بلش يحكي بهذا الموضوع قلب بالبحر واكلوا السمك، ورفيق الحريري احد اسباب القتل لرفيق الحريري مثل ما بيقول بكتابه النفاق الامريكي عمران ادهم، بيقول انه سبب مقتل رفيق الحريري اسرائيل طلبت قتله لانه كانت عم بترسم الحدود مع 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 الحلول النفطيه مع مع قبرص، وانه هذا الرجل عم يلعب لعبه اكبر من حجمه وعم يتحالف مع اردوغان تياخذ النفط كله سوا هو اردوغان ويمدوا انبوب من لبنان الى تركيا، هذا ما بقى يناسب كل الشركات، تجمعت الشركات، طبعا هذا نقلت لك بكتاب عمران ألهم نجيبه نقله عن لسان أحد كبار المسؤولين بالسي آي اي سنة 2000 هو مخبره إياه بال 2007 أو 2008 وهو هذا كان مسؤول هون عن لبنان والشرق وشمال أفريقيا ومسمي بالاسم، وانا ماني متذكر اسمه للعميل الامريكاني، يعني هالكلام يلي عم نقوله انه استشهاد رفيق الحريري او الرئيس رفيق الحريري كان بسبب النفط، واستشهاد إميل بستاني كان بسبب النفط، واليوم نحن استشهاد الشعب اللبناني ككل هو بسبب النفط، يعني لأنه في إصرار على استخراج النفط لحتى نرتاح، بدهم يشيلوا النفط ما بدهم يعطوك اياه، بدهم ياخذوا النفط بدهم يشيلوه هن ويعطوك بس للضلطة، يعني قد ما يلزم لك تتعيش تتشعل تتشعل الغاز عندك بالبيت، يعني مثل بيبي عم بيجوع عم بيصرخ هو بده بيبروني تحط له تيتين، بدهم يعطوك تيتين او بدهم يعطوك شقفة من البيبروني بس تسكت وتغفى وبس ممنوع. حتى نستكمل الأسئلة وكل الحوار معك، بتوصل لصيغة بالآخر بتقول أنه نحن مقبلون للحل يكون باللامركزية. نعم. هل إذا ركبت المركزية وضلت ضل هالمنظومة الإقطاع المثلث الضلع السياسي والطائفي والديني ضل متحكم وضل موجود، ما حدا رح يلغي حدا، هل رح كمان تمشي ولا مركزية ولا كمان بدروا على ما بعرف وين؟ هلا هو طرح اللامركزية هو أحد الحلول المطروحة، بس من سوف يحكم ضمن هذه المركزية؟ يعني اللامركزية. أنت اليوم اللامركزية الموسعة الإدارية الموسعة المالية الإدارية يعني هي نوع من التقسيم الإداري على طريق الولايات، يعني ولاية تناخذ كندا في دولة مركزية، في دولة مركزية للدفاع والخارجية والخارجية بدائن المركزية، بس الداخل الشؤون الداخلية الكهرباء والمي والطرقات والبلدية وكل هذا والتربية نظام التربية كل، يعني مثلا بكندا النظام التربوي كل إقليم عنده سيستم مختلف عن الثاني وعندهم وزير تربية، هون هذا احدى الطروحات البطرك بيطرح الحياد، اي نوع من الحياد ما بنفهم اسا بعد الحل عن شو بدنا نحيد، يعني الحياد الناشط ما فهمت ناشط. يعني فسر لي اياها، انا ما بعرف لانه عم بحاول لغويا نكعيتها، انا عم بحاول اني افهم كلمه حياد، اي ما هو الحياد، يعني الحياد مع مين، يعني الحياد عن اسرائيل، الحياد عن سوريا، الحياد عن كل الصراع الإقليمي الموجود، كيف بده يصير هذا؟ كيف يمكن أن أنا أكون محايد
إذا في عندي دولة اسمها إسرائيل أنا بحالة عداء أنا وياها من سنة 1948 على الاحتلال الأرض واحتلال الأرض وصراع دائم مستمر، وفي عندي كمية من اللاجئين وعندي مخيمات قائمة، كيف أنا بدي يكون على الحياد وعندي مليونين إنسان سوري ما بيخلوني يرجعوا؟ المجتمع الدولي بده يهون يضلوا. تاني شيء، كيف أنا بدي يكون على الحياد والمجتمع الدولي يرفض الدولة اللبنانية؟ يعني هلأ بيقول لك بدنا نعمل صندوق تعافي، صندوق سعودي فرنسي لنهضة لبنان، إنما الدولة اللبنانية ما لها دخل فيه. هي. يعني أنا بدي أجيب مصاري، بدي نقي زلمة اللي بده يصرف المصريات، يعني بدي نقي الان جي اوز يلي أنا بخترعهم، يعني بدي أعطيك مصريات بس تصرفهم على ذوقي. هي أنت يعني هي أي فوقية على دولة بتكون بالشكل هذا؟ أنا اليوم إذا واحد بده يجي يقول لي بدي أجيب لك هذه كادو لابنك محمد حفيدك، هي 50 دولار، بس ال 50 دولار بدك تشتري له فيهم قميص من الدكان الفلاني، وبدك تكون الست الفلانية موجودة لحتى هي تاخذ الكومسيون، يقول لي ما بدي نصري تاخذهم، ما بدي اياهم، ما هيك؟ هذا الشروط. ثاني شيء عم بيحطوا لك شرط، هسه الأسوأ هون كنت بدي نسيت هذيك الساعة ما جبت لك سيرتها تبع الكابيتال كنترول. بدهم يخصموا 70 مليار دولار، 70 مليار دولار من ودائع الناس مقابل يعطوا 3 مليار دولار لصندوق التعافي في لبنان على 3 سنوات. لك هالمعادلة، هي معادلة شيطانية أم معادلة هبلوانية؟ بهلا مين بده يعني؟ وبيطلع رئيس وزارة وبيطلع رئيس فلان وبينظر له وبيربحني جميلة وبيقول لي أنت كلبناني لا روح نحن عننظر. شريك قلت لك في منظومة سياسي ومال وطائفية، هايدي ما بتحكم برقابه وكلهم شركة، قابلين الشيخ زنكي سوا. دولة رئيس الوزارة ما عنده ملف قضائي؟ بل قبل منه دولة رئيس الوزارة السابق استاذ فؤاد السنيورة عنده ملف 11 مليار دولار. هذا رجل تغيير. طب هذا رجل تغيير، هلا هو بده يعمل لوائح ببيروت وبده يجي، هو لازم يحكم بالمركزية الإدارية لأنه أثبت عمرها طويل من الزمان أنه كفه نظيف. كمان بكره بصيدا بصور لازم صندوق الجنوب هو يتولى المركزية الإدارية، بالجبل صندوق المهجرين لازم يتولى المركزية الإدارية، ما هيدي الصناديق أثبتت فاعليتها. يا استاذي يا حبيبي ضحكي مسحه كبير كتير، يعني انه والله بعرف هو كالطير يرقص مذبوحه من الالم. بالنتيجه الناس بتقول لك بتحكيك مثل كانه عم تحكيك عن القمر. ايش عم بعينه وين المشكل؟ ايش عم بعينه وين المشكل؟ وبس وخوفي مثل ما قلت انه لما بيتدجن الشعب بعد الصدمه بصير يصدق بعض ال بصدق كل شيء، بصدق بكل شيء، وهذا الخطر. هذا نحن جايين على استحقاق انتخاب، الناس بدها توعى تعرف مين بدها تختار. انا بالزمان كنا اولاد عملنا اكسيدان سياره، معنا شاب وحيد عند اهله، فات ضرب على راسه، انا انكسرت اجره والدم شاري خدني وصلني على المستشفى عند الدكتور هيكل، وقال له يا حكيم انا اجره يا حكيم اجره بعد طلع فيه هيك، بعدين يا حكيم دخلك اجره، قال لي لك يا عمي اول شيء خلي ضل طيب بعدين بنشوف اجره، هلا بدي منه عني موت. نحن عم نموت وانا لبنان عني موت، مسروق بينهم باجره المكسوره او بايده المكسوره. بالتفاصيل هيدي من ضمن سياسة الإلهاء، وهي بهذا نعم تشومسكي لما بيحكي عن 10 نظريات لتدجين الشعوب بيحكي عن أحد الإلهاء. تاني شيء بس ثقافة الغباء، ثقافة الغباء والتجهيل، إنه لازم الشعب يضل ما تعطيه إلا. وبعدين في وحدة تانية مخاطبة الجمهور كالأطفال. بلزاك يمكن بيقول إنه ما في غبي إلا ما بيلاقي أغبياء ناس أكثر منه تلحقه. اثنين أهم وحدة فيهم التوجه إلى العاطفة لا إلى العقل، مخاطبة العاطفة وليس العقل. غرائز غرائز. تجي هلأ مثلا بتاخذ قضية مثل قضية المرفأ، من بدايتها لحد الآن ما في حديث إلا مع العاطفة، يستثمرون كل الثورة كل شيء بعواطف أهالي الضحايا. عم بيلعبوا فيهم بالطابة، بيجروهم، ما بكفي إنه ميتلهم أحبة، ما بكفي إنه خسرانين 200 شهيد، ما بكفي إنه هالمصيبة الكبيرة وقعت على راسهم، هلأ تحولوا إلى فوتبول، إنه يوجهون بطريقة مذلة مذلة، وكله كذب.
كله كذب. امبارح مثلا قلقت واحد هذا البرتغيزي، طب شو له علاقه بالموضوع؟ انا مثلا انا تتابع الموضوع، ليش هو ناكر انه جابهم؟ انتبه، هذا السؤال. سؤال، ما هو هذا الزلمه موظف بالموزمبيق، هو طلب النيتراتدامونيوم على الموزمبيق على معمل هو مديره، ولما ما وصلت البضاعه بعد سنه كانوا نزلوا على البور بده اياهم، عم بيطالب فيهم، ركب بالطياره واجا نزل هون باوتيل فينيسيا وراح على البور شاف البضاعه وقال لهم هودي ما بقى صالحين، ما بقى بدنا اياهم، حمل حاله فل وعمل بالتقرير انه سئل لماذا ما طلبتوا فيهم، بيقولوا انه نحن عندنا اسيرونس اذا البضاعه ما وصلت لعنا ما بندفع حقها، ياخذين كريدي من البنوك. يعني كل دور هذا الرجل، انا مدير بنك، مدير شركه سحبته، ما فهمت انا انه لقطوه او ما لقطوه، شو بده يقدم للشعب اللبناني؟ هو جاب البضاعه مثل ما تقول اشترى الفرد، او هو كان الفرد، هو شاري الفرد بس حدا اخذ الفرد على الطريق، بس شوف مين قوص. السؤال، من اطلق الرصاص؟ من فجر مرفق بيروت؟ من وضع القنبله اذا كان هونيك انبله؟ مين شعل النار؟ شوف الجريمه بحد ذاتها. عم تسالني بعدين مين جاب الفرد ومنين جاب الفرد، وانت شفت الفرد على الطاوله؟ لا انت خبيت الفرد، لا انت بصماتك على الفرد. لك يا خي شو هات جليطه، جرح ما بيندمل بسرعه. نحن رح نتابع بعد عنا الشق الثاني اللي بيتعلق بانطوان فرانسيس المفكر والمؤرخ والكاتب، قد ما فينا نشهد بالأسئلة ونجاوب عليهم. فاصل إعلاني ونرجع. وصلنا للمحور الأخير بحلقة الليلة مع الأستاذ أنطوان فرانسيس، واللي كانت بالجزء الأكبر منها عن كتابك الأخير نهاية لبنان الكبير لا سمح الله. لا اكيد لا. بس انت مثل ما قلت عنك بالمقدمه استاذ انطوان، عندك اهتمامات ببعض المفاصل التاريخيه المهمه، واذا بدي اخذهم كلهم سوا مع بعضهم كانه عندك رؤيه لتاريخ لبنان. رح اتوقف عند كتابك الشرخ اللي هو من مرمرون للفراغ الرئاسي السابق اللي صار بال 2008 هيك شيء. اوكي، بتقول ان الشرخ صفه مزاوله للموارنه منذ ولاده هذه الجماعه، وبتتوقف عند الحقب الصليبيه مطرح ما صار في بتركان، بالوقت اللي حسب الاب ميشيل حايك مشروع الموارنه هو بناء مساحه حريه ولقاء في وطن تتلاقى فيه الثقافات والاديان والحضارات. الكتاب باختصار شو الهدف منه كان؟ تنرجع ننقل على الكتاب الاخر اللي هو العاصي. هلا هو الهدف من كتاب الشرخ، الفكرة بحد ذاتها متنوعة، لأنه الشرخ بقرأ أنا نص كتب الدكتور فؤاد فريم البستاني، بيقول فيه عن مرمرون أنه حصلت شرخ بين الموارنة بالجناس تبع مرمرون، تخانقوا على جدة توان بده يدفنوا. بيقول أنه المؤرخ تيودوروتس اللي هو كان أسقف قرش بديك الفترة، وهو كان عامل كتاب اسمه رهبان سوريا ليموان دو لا سيري، كتاب عن النسك والزهد، وحكي عن كل النساك اللي كانوا بهالحقبه بافاميا وبحمص وبالتلال، بيناتهم ذاكر مارون. قلت انا اذا علقوا بعضهم بجناز مارون لازم يكون هلا هالمشكل مكفى، فرحت فتش وين في احداثه. ف لقيت شغله كثير خطيره، انه التاريخ الماروني هو مبني على قصيده لابن القلاعي. طب التاريخ بينبنى على قصيده؟ من هون الماروني القلاعي اللي سبق البطرك الدوي اللي هو يمكن اول هو قبل منه كان اول واحد جاي من روما. نعم، مع احترامي له، بس كان عم يكتب زجل وكان عم يبرم مع قوافي. من هون الزجال، وانت شاعر بتعرف انه بيبرم على الرؤيه، ما بيبرم. اما المؤرخ بيبرم على الحقائق. بيحكيك ابن القلاعي انه طلعوا 10 مقدمين من 10 مناطق وكل واحد معه 1000 فارس، يعني 10,000 فارس. بعدين بيرجع بيقولوا اجتمعوا على بيدر بمعاد. طب يا عمي البيدر بيساعد 10,000 فارس، وين ربطوا ال 10,000 فرس؟ بترجع بتروح بيدر بركي اصله سهل. لا لا، بيدر عم بيحكيها هي بالبيدر، بس انه بيدر بركي ما ظبطت معه بالوزن. من هون هالمؤرخ هالتاريخ
مبني على قصيدة عمل براس الناس كتير وهم البطولة يلي هي كتير حلوة. من هون الماروني إيماجينير خيالي. عنده خيالي، عنده نفس البطولة، عنده نفس نحن لبنان والله والمجد. بس طلعوا من هون لم ينتج إلا مشاكل. شيلوا حطوا لبرا، خدوا على برا، بيصير عقله هو الذي يعمل وليس عاطفته. هون هو عاطفي انفعالي بيؤدي إلى مشكل بأمريكا وبكندا وبإستراليا وبكذا، ينجح لأنه شغل عقله. فمن هون أنا رحت أنه بدي أبرم على الحقيقة بالتاريخ، أنه طلعت هيك مثلا على كنيس، أوصل على كنيسة مثلا كنيسة البطركية بسنة 19 يلي معمرها بطرك حباش ما بتسع 80 شخص. طيب إذا البطركية ما بتسع 80 شخص كيف بده يكون في 10,000؟ فهي المجموعة كانت مجموعة قليلة، مجموعة زاهدة، مجموعة نساك، مجموعة بسيطة، فلاحين بسيطين. هلأ كانوا مقاتلين مدافعين عن حالهم، عندهم شهامة، عندهم كرامة، عندهم عنفوان، إنه كله هذا مزبوط. بس التاريخ ما كان مزبوط، تاريخ تسلسل التاريخي لهذه والأحداث تبع التاريخ ما كان مزبوط. فبلشت أبرم، قلت بدي أكتب شيء أنا عن هالموضوع، صارت شغلي تجيبه. يعني من هون بلش الكتاب بعطيه 6 شهور، آخر 3.5 سنين في 650 مرجع. يعني ما عاد عملت شغلي بحياتي إلا قاعد عم بقرأ، جمع مراجع، جبع مراجع تعمل الكتاب. ما كانش في مثل هلأ إنترنت. على كل حال أنا فخور في هذا الكتاب ومبسوط أني عملته لهذا الكتاب. ومن هون إذا بتلاحظ هونيك هديته لفيروز. نعم. أنا هون هدي الكتاب للمكرم البطريرك صفين الدويهي. نعم. لماذا صفين الدويهي؟ لأنه لما أنا كنت عم بشتغل على المسرحية تبع صفين الدويهي طلع عندي معلومات كتيرة من خلال الأبحاث اللي عملتها عن المكرم البطرك الدويهي، إنه لقيتها مفيدة إني لازم أنا زيدها بالبحث. الشرخ الماروني المواني كانوا بكل أمان وسلام، ما عندهم مشاكل، عايشين بحياة حياتهم الطبيعية كفلاحين ومزارعين وبضيعة صغيرة، ما لحتى وصلوا الصليبيين لهم. لما وصلوا الصليبيين لهون مثل ما هلا ناس مع امريكا ناس ضد امريكا، كانت الامبراطوريه جايين وين طرابلس وين الجبال مش هيك؟ لا الصليبيين على وقتها انه اللي كان الحاكم طرابلس وحاكم جبال صار في انقسام، طرابلس وحده بجبال وحده. لما حتى هي لما بحكي بالعاصيه بطرابلس كانوا الفرنسويه، بجبال كانوا التليين بيت الامبرياشو، هونيك كانوا بيت بوهيمو. الالمان كانوا بالنص، قلعه سمار جبال كانت بايدين ليزوسبيتاليي، قلعه المسالحه كانت بايدين غير ناس. الصليبيين كانوا مجموعه دوكات جايين من كل انحاء اوروبا. لما قال لهم صرخ بيير ليرميت وقال لهم ديولوف بدكم تسترجعوا القدس بامر من الله، فصاروا مجمعين دوكيات اوروبا. بس هودي اساسا ما في اي وحده بين بعضهم، بالعكس في صراعات كتير كبيره داخل اوروبا قبل ما تتوحد وتنشا الدول. لما اجوا لهون علقوا بعضهم الصليبيين حروب اهليه ودمويه، والصليبيين كتير كتير غلط، يعني حاله كارثيه. الداعشيه اليوم تشبههم تماما، يعني الصليبيين هن دواعش، تصرفاتهم بالمجتمع بكل المنطقة تصرفات داعشية. وهذا مش أنا عم بقوله، هذا كتابهم، يعني مثل ريني دو جروسيه، مثل حتى وأنا استطلت بهذا الموضوع هون وقتها صار في شرخ على المستوى، صار في بطركين. نعم. هون البعض كان يعتبر أنه الشرخ صار بالعقيدة المارونية، هو لا مثل ما عم لا كان سياسي. البشرانية لما صغرتوية وصلوا لعند الصليبيين قبل ما وصلوا البشرانية أخذوهن معهم، قالوا لهم هوليك نحن ما بدهم، كم واحد اخذوهم البشرانية ضلوا صاروا ماشيين مع المماليك. اللي صار سنه 1135 في كونت اسمه كونت دو بونس فرنساوي، كان هو موجود بطرابلس، بيجي نور الدين زنكي المملوكي كان بدمشق بده يعمل هجوم على طرابلس، بيطلع بشري بيدلوا البشرانية المقدمة بشري عن العاصي. عن العاصي لا هي قبل العاصي، هي غير قبل العاصي. العاصي بال1200 يعني قبل 100 سنة. نعم. قبل ب 150 سنة بينزلوا بيحتل كونت نور الدين زنكي، بيفوت على قلعة طرابلس بيفتك فيهم وبيقتل بوهيمون سيس، بيهرب ابنه ريمون على فرنسا.
بيرجع بعد 6 سنين بيدفع مصاري وبيسترد الحكم، وبأول شغلة بيعملها بيركب على الخيل وبيطلع بشري، بيلقط المقدم يلي سلمه وجيب كل العائلة تبعه بما فيهم الأطفال والشيوخ والعجاز، بينزلهم على طرابلس وبيعدمهم كلهم سوا. اعترض هون البطرك اللي كان اسمه لوقا ابن هراني على هذه المجزرة اللي صارت، وانشأ وأخذ مجموعة من المجموعة اللي كانت تبعته وراح على ليش؟ على كسروان. نزل على كسروان، كانت كسروان يقال عنها في تلك الحقبة أنها كانت يعقوبية، وجوني كانت مركز لليعاقبة. من هون هو بطرك ماروني إنما سكن بكسروان، هذا أول إنشاء انتخبوا بطرك معه، بس هو ظل ماروني عايش في كسروان. هذا صار سنة 1145. نقلي على العاصية، هاي اللي رواية تاريخية اللي بتحكي عن لما تحاصروا بالجبة بمنطقة اسمها عاصي الحدث، عاصي الحدث، وقصة أبو صبحة. ابن الصبحة أنا هي هاي الرواية. كمان مشكل صليبي ماروني، بيجي الصليبيين السلطان ألاون بيعمل اتفاق مع حاكم طرابلس الصليبي بوهيمو، كان ولد أرعن، وكان لما قتل بي وديته أمه على أرمينيا تخبى وإجا عمره 16 منه مصدق. بيقوم بوهيمو بيعمل هجوم على قلعة جبال، بيحتل قلعة جبال وبيصفي كل بيت الإمبرياتشو، وبيجيب الأولاد بفقر لهم عينيهم قدام أهلهم، بيرجع بيقتل الأهل. يعني كان إجرام ما له حدود. بالاتفاق اللي عملها مع بيعمل اتفاقية هو والملك قلاون، سلطان قلاون، هالاتفاقية بتسمح للمماليك عبور أرض بشري، أرض الجبة، جبة بشري. يعني كانوا يجوا ينزلوا بطرابلس وبدن يروحوا على الشام، مسموح للجيش يمرق الأراضي. اعترض البطرك دانيال الحتشيتي والمجموعة البشرانية على هذا الموضوع، مش بشري مجموعة الجبة، لأنه بشري كبشري ما فاتت بالموضوع، ظلت حيادية القرى بشري القرى. اهدن اهدن وحدث الجبة وحصرون وبرقاشة والدماء، مش ما كان في دماء اسمها كفر صارون. هودي كانوا ماشيين، كانوا مع البطرك دانيال الحتشيتي ضد الصليبيين، بيحاولوا الصليبيين يحتلوا المنطقة، بيفشلوا، بيواجهون البطرك، بيودون للتركمان. التركمان بيقول كمال الصليبي عم بيقول انه فرقه من العصابات التركيه، بده يستخف بالموضوع. التركمان كانوا نخبه الجيش المملوكي، نخبه مدربين احسن تدريب مثل هلا القوات الخاصه. بيطلعوا بيحاصروا اهدن 40 يوم، تسقط اهدن بعد ال40 يوم بيهربوا على سيدة الحصن، بيرجعوا بيحاصروا سيدة الحصن، بيروحوا من بقوفة بيرجعوا بينزلوا على حوقة. لما بيكونوا بحوقة هونيك مطرح ما في مطرح ما في الحبيس حاليا. اذا بتلاحظها النشير هيك ممر محكوم بيمر عليه شخص ما بقى فين ينزلوا عليه المماليك. كان في راعي هونيك بيقول لهم، كان الراعي بيشغل عن ابن الصبحة اللي هو من كفر صغاب، بيقول له هودي اذا بدهم ينقطون لحن مخبيين بالمغاره والطريقه تقتلهم بتدير عليها المي. راح ابن الصبحه لعند القائد المملوكي وديروا له مي من بشري لحوقه واغرقوهم. لما اغرقوهم بالمي نزلوا بالوادي وطلعوا على مغاره اسمها عاصي الحدث. عاصي الحدث مغارة بتشوفها من عندي من البيت، يعني من هون أنا أنت حبيت الرواية من إحنا وصغار. لأنه إحنا وصغار كنا نروح على كفر صارون، كان في مجزرة بكفر صارون بمرسى الكيس وفي مغارة بعدهم الجماجم فيها. فنحن وصغار كنا انه ملعب الطفوله هيدي مش لا ما فوت لجوا، بس انه انت وطفل عم بتكون هالمجزره هيدي عم فاتت بذهنك وبخيالك. من هون رافقتني قلت بدي اكتب عنها روايه. تقول لك ليش كتبت الروايه؟ تنكفي للقصه. لما فاتوا على عاصي الحدث صمدوا، العاصي الحدث فيها بير ماي كبير، وكان يجيهم امدادات اكل من وادي النوبين وقاعدين مرتاحين، الى انه واحد من بريسات حد الدماء كان فيها مجموعه شيعيه بيقول لهم للمماليك اذا بدكم تعرفوا منين جاي النبع
عطشوا الخيل، بيخلوا الخيل أربع خمس أيام بدون شرب وبيفلتوها، بيروحوا على النبع اللي بغذي بيحطوا لهم فيه سم وبلشوا يتسمموا بقلب المغارة. استسلموا، استسلم دانيال الحتشيتي وأخذوه على دمشق حيث أعدموه، وبيخلص القصة هون ما بنعرف عنها شيء. حتى البطرك صفان الدويهي مش ذاكر تفاصيل ماذا حصل لدانيال ما بعدين، بيقول تغلب على الحكم بطرك اسمه نوقة البرهراني، غير نوقة الأولاني يعني اجا بعد منه. فكان وقتها كمان في لما عزلوا البطرك دانيال عزلوا بوهيمو، عين بطرك تاني محله اسمه إيراميا الدملصاوي ووديه على روما تاخد درع التثبيت. مش مرة واحدة بتاريخ الموارني يكون في بطركين، كذا مرة بتاريخ الموارني في بطركين، بس هول حدثتين يعني هيدي الرواية العاصي. نعم. هي تاريخية 100% ومع الرواية، بس الأحداث التاريخية فيها حقيقية. كل الأحداث التاريخية فيها حقيقية، والأسماء مثلا الرئيس بولس بالصاد مأخوذة من اكتشافات يلي لقيوها بمغارة عاصي الحدث، وقت لقيوا 9 موميائات بيناتهم وحدة عمرها 9 سنين وكانت عندها إعاقة جسدية. هي عطت فكرة كتير منيحة إنه الموارنة حتى بالهروب ما كانوا يتركوا المريض أو اللي عندهم هيدي الحقبة اللي هود 9 كدافر مع كل شيء معهم، يعني قدروا من خلالهم الباحثين يعرفوا. نعم. يطلعوا على كل كتير اشياء، على كتير اشياء اجتماعيا ونوع الاكل ونوع اللبس 100%. وانا هيدا مستند عليه كتير بالرواية. يعني كل تفصيل بوصف الثياب او الاماكن او الاكل موجود بالرواية مبني على هذا البحث، وقايل بالكتاب بالمقدمة انه انا مع نحن بعد عنا 8 دقائق بدي اسألك سؤالين بيختصوا بما تبقى من مواهبك الكتير. الله يخليك. بدي اتوقف عند مسرحيتك عن البطرك اصطفان الدويهي. نعم. صاحب كتاب تاريخ الأزمنة ومنارة الأقداس. هل ديناميتك ديمانيتك هي اللي عملت عليك الغوص بتاريخ العالم من أعلام الموارني، أم شغفك بالتاريخ؟ لا، أنا كوني من الديمان سهلت لي العبور إلى هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه كان في أنه البطريرك الدويهي بدهم يعلموا مكرم. وقررت البطركية المارونية تعمل شيء على هالحدث. بيسألوني برابطة أنه بين السيد جورج عرب كان أمين السر، قال لي شو برأيك بينعمل عن هالموضوع؟ قلت له والله أنا بقترح أن نعمل مسرحية. قال لي إيه أوكي، حكي معهم بالرابطة وكلفوني أعمل المسرحية. بلشت أعمل أبحاث وعجبت إعجاب شديد بشخصيته للبطرك وبقدسيته بتقوى بزلمة رجل كان عمي ومن 9 سنين شع أنه بلش زكي. هلأ هو أهميته إذا بدنا نحكي باختصار، البطرك الدويهي أنقذ المارونية من النسيان. كيف؟ بالتاريخ، مش بس بالتاريخ، قبل التاريخ هو عمل التاريخ. التاريخ التعريب. التعريب لما راح على حلب فرضوا عليه انه يروح يقعد بحلب، قعد 4 سنين وجددوا له 4 سنين غصبا عنه. اسس هونيك قد ما بيحب العلم والثقافه، اسس شيء اسمه مدرسه الكتاب، بلش يعلم ويترجم، ترجم القداس وترجم الطقوس وترجم 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 الى اللغه العربيه تما تندثر. لا بقى اليونانيه موجوده ولا بقى السريانيه عايشه، بقيت اللغه العربيه. خلى حط المارونيه، الطقوس المارونيه حطها باللغه العربيه، حطها ضمن الحضاره القائمه والحديثه، عمل لها مودرنيزاسيون يعني حدثها. كانت ما حدا قرب على الموضوع. تاني شيء عمر كنيس، كل كنيسه كان يعمرها هو يرسمها، القداس كانوا عملوا الجنز عملوا، يعني رجل أعطى الطائفة المارونية الكنيسة أعطاها عطاء غير محدود. كان زلمة متعدد المواهب وقديس الله. مش معقول شو كان إنه لمن بيعمى وبتظهر عليه العذراء. من هون أنا لما رحت عملت المسرحية وبدي أهديك إياها كمان بدي رأيك فيه، لأنه عملتها على طريقة فخر الدين، فيها 9 مشهديات. طريقة مسرحية فخر الدين تبع الرحابني، تبع بيت الرحابني، يعني هي اسمها عصر وحياة وأعمال المكرم إصفان الدويهي، مش بس عنه، عن العصر وعن الأعمال والزمن، يعني بخبرك كل الإبوك، كل الإبوك. ما بدي أسألك عن شغلتين بخصوك، عم بتكون عم تعطينا عناوين بتعمل شغف عند الناس لحتى تقراهم اللي عم تقولون. عندك مجموعة روايات حضرتك عم حكيت عنهم بالأول، مش رح نحكي عنهم، ولكن بيستوقفني فيهم
جبران العاشق. نعم. واخر كتاب عملته انت والاستاذ سركيس ابو زيد عن المطران إلاريون كبوشي. ايه. بدي باختصار عن هالكتابين شو هن. هلا جبران العاشق كتاب قديم. نعم. يعني بس صدر لانه جبران سنه 1986. وقصته قصه، يعني كنت انا بعدني بباريس وكنت مدير مكتب مجله الحوادث بباريس، وقلت له للاستاذ سليم اللوزي الله يرحمه انه بركي هيك بنعمل شيء عن المغتربين ونفتح علاقه بين المجله من خدع الاغتراب، وكان يحبني كثير وكان يجي كل جمعه على بريز وضلنا اعطاني مبلغ من المال يعني امن لي مصاريف الرحله ورحت على امريكا. عنبروا من امريكا، اول محطه كانت ببوسطن. ببوسطن كنت رايح قابل صليب الدويه الفنان الكبير. نعم. وعملت مقابله لصليب الدويه ضخمه يعني انتشرت بالحوادث. هونيك قلت له بما ان ببوسطن خلينا نشوف بيت وين كان عايش جبران وكذا. بياخذني بيعرفني على رجل اسمه خليل جبران. جبران معمده. هذا الرجل عمل كتاب كبير عن جبران، عن حياه جبران، وثائقي ولا اكبر من هيك. هون كنت انا متاثر بكتاب بيت الصايغ انه جبران عاجز وما بعرف شو وما ادري شو. عم بحكي معه عم بساله سؤال خوي، قال لي في مره كانت عندها علاقه مع جبران وبعد حافظي محرمي عليها بقايا من جبران. شو عم تحكي؟ قال لي حافظهم عنده، هو عمل متحف لجبران. شو اسمها؟ قال لي اسمها كاتريد باري. قمت انا كتبت بوقتها مقال مجله الحوادث عنوانه سر عازفه البيانو في حياه جبران خليل جبران. جمعت كميه من المعلومات. يعني هو هذا بيختصر كل علاقاته العاطفيه. كل عاطفيه، هي روايه موثقه مثل العاصيه، روايه تاريخيه، بس بطل جبران خليل جبران والنساء في حياته. ما حكي عن ادبه، ما حكي عن، حكي عن حياته والمراه فيها بشكل موثق. يعني بقول كل اخر صفحه بكعب الصفحه بقول انه مثلا مذكرات ماري هاسكل صفحه كذا، رسائل جوزيفين بيبادي، كل كلمة موجودة بالكتاب حاطط الريفرنس تبعها. بدي بعد دقيقة منك تحكي لي عن آخر كتاب هذا، نحكي عنه إلاريون كبوشي. كمان الكتاب إلاريون كبوشي لما طلع أول شيء الله يرحمه كان رجل مميز وعظيم. نعم. وأهم شيء فيه هي هالمسيحية المشرقية ومحبته للإرث. هيدي الشيء نحن المقارنين، يعني كمان هي موضوع وحده إنه التعلق بالقدس من الناحية الدينية. نعم. إنه بالنسبة لنا هو وبالنسبة له كان إيمانه بيأمن بالإرث مثل ما بيأمن بالمسيح وضحى حياته في سبيله. لما كان بالسجن وسجن بإسرائيل. نعم. وطلع من السجن بناء من طلب الفاتيكان راح على روما. هيدا سنة 79. أنا كنت بلندن عم بشتغل مع مجلة بلندن. جيت من لندن على روما أنا ولقاني سركيس لأنه كان قاعد بالدير عند الرهبات دير الصليب والسيرجان دو لاكروا أبو زيد عمته لسركيس. نعم. كانت هي رئيسة الدير. وبفضله تعرفنا على المطران ونشأت عليه كتير صداقة مع المطران. عملت معه حديث، عملنا معه عدة حديث كتاب تنعمل. نعم. الكتاب بعد ما خلصنا كل الرشاش وكذا الفاتيكان منعوا يطلع الكتاب، يعني راح تعبنا السودان. بس عليه. ضلوا معي المعطيات. لما توفى المطران قلت له سركيس مشي أربع سنين 17. قلت له بدي ارجع عيد النظر بالكتاب. طبعا نصوص كتبينا سنة من 30 سنة. طبعا ما كنت انا ككاتب عندي هال القدره. رجعت عملت له اعاده صياغه من البدايه يعني وطلع هو كله معلومات دقيقه والسند عليه يعني انه هو حاكيهم يعني. إيه لما عملوا مسلسل عنه اخذوا المسلسل كله من الكتاب بدون ما يقولوا لنا ميرسي، بدون ما استاذنونا يعني، معلش مع احترامي لهم يعني. كنا حابين نطول معك اكثر، خلصت الحلقه، بحر واسع ما بيخلص ما بينضب. الله يخليك. حلقتنا خلصت وجلنا فيها على جوانب كثيره من تاريخ لبنان، ويمكن بالوجع المسموع على صوت عالي ساهمنا بشوي من قيامه لبنان. شكرا استاذ أنطوان فرانسيس. الله يخليك، شكرا لك. وبشكر متابعي البرنامج بلبنان وبعالم الانتشار اللبناني، وبشكر معوني بالحلقة المخرجة تيريز نصيف، البروديوسر سيرج أسمر، إليعون وماريان وهبي وميشيل معلوف وإيدي زيلع وأشرف شقير. دولة لبنان الكبير ترن فيها اسم بطريرك عظيم هو غبطة الياس الحويك اللي صار مكرم على مذبح الكنيسة.
بانتظار تطويبه وتقديسه كلمة الختام رح تكون عنه كتبتها لما تكرم. لبنان الكبير الخلق عدايك وبكتابك تعلم، اليوم عم يسجد صلاة عجريك، يقلك بتقوى يسلموا ايديك يا بطرك مكرم. اليوم عرس جراس فرحانين، اليوم ببكركي وبأنوبين، مجد عطاله بالسماء منجم. تصبحوا على خير وأمل، أيامي مجيدة عن جديد، موعدنا الأسبوع الجاي، انطرونا.